تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 71 بعد 200 على التوالي، وذلك وسط استمرار ارتكاب المجازر واستهداف النازحين في مختلف أنحاء القطاع. استهدفت قوات الاحتلال منازل في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مع تكثيف قوات الاحتلال لهجماتها خلال الليل لإيقاع مزيد من الضحايا. بدورها اعتبرت السلطات الصحية في قطاع غزة أن إرغام الاحتلال المستشفى الأوروبي شرق خان يونس على الإخلاء والخروج عن الخدمة كارثة إنسانية تعمق من الأزمة الصحية في القطاع بشكل غير مسبوق وبشكل يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.